خلينا بقى نروح دلوقتي للصحافة، ومعانا على السكايب الأستاذ أيمن جلبرتو عشان نناقش أو نتناقش معاه في بعض المنشطات الهامة جدا. يا أيمن بونجور، صباح الفل. أيمن سامعني؟ صباح الفل عليك. أهلا بيك يا نهاوند، صباح الخير، أهلا بيك، إيه الأخبار؟ كله كويس، كل سنة وأنت طيب، ومبسوطة إن أنت معانا النهاردة، وهتبقى قراءة أكيد يعني زي ما بيتقال كده متميزة كالعادة. خليني أبدأ معاك باليوم السابع، لأن بنتكلم عن منشط برضو في غاية الأهمية. اتحاد الكرة زي ما احنا كنا أعلنا امبارح واتكلمنا إن خلاص وصل امبارح تحديدا يعني فيتوريا، واتحاد الكرة أعلن إن هو هيكون في مؤتمر صحفي اليوم عشان يتم تقديمه ويتم التعرف عليه من قبل الصحفيين وغيره. فخلينا نبدأ من هنا، وبرضو لو انت عندك بعض المعلومات الخاصة بفيتوريا، هل انت دايما بيبقى عندك كده شق اللي هو زي ما بتقال قياسي شوية، فهل انت متفائل برضو بوجود فيتوريا وتكرار التجربة البرتغالية مرة أخرى في كرة القدم المصرية؟ تفضل يا أيمن. طبعا في الأول بنقول لكريم ألف سلامة، وإن شاء الله يعدي من الدور اللي هو فيه على خير. يعني فيتوريا طبعا مدرب جيد ومدرب مميز في ال يعني ليه اسم في خصوصا في المنطقه العربيه، من خلال ان هو درب قبل كده نادي النصر. و يعني هنحاول نتفائل، العقد 4 سنين، واضح اتحاد الكوره عايز يغير شويه من الفكر، يبقى فيه زي ما بنقول كده مدرب يقعد لفتره زمنيه يتعرف على الكره المصريه بشكل اكبر، يشوف اللعيبه على ارض الواقع ويبتدي يبني جيل للمنتخب، لان برضو الاسلوب بتاع ان المدرب يجي يقعد السنه بتاعته ويمشي ده في المنتخبات مش مفروض ان هو اسلوب صح، يعني لان في بالظبط. الاخر الشغل مع المنتخب غير الشغل مع الانديه. النهارده هو لازم يتعرف على طريقه الكره المصريه، يشوف هل هو عنده افكار، الافكار دي تقدر تمشي معانا ولا هو محتاج هو يغيرها. طب لو هو اللعيبه نفسها، يشوف الظروف بتاعه اللعيبه. فيعني من وجهه نظري ان فكره التعاقد مع 4 سنين دي بدايه جيده. هو كمدرب معروف في المنطقه، مدرب يعني جيد اسمه يعني، ولكن في النهايه الوضع هنا في مصر هو اللي هيقرر هل هو هيقدر ينجح مع المجموعه الحاليه من اللاعبين اللي هم المفروض ان هم لعيبه جيده. ظهروا مع كيروش بشكل معين الى حد ما، حققوا اهداف مع الكابتن ايهاب جلال، كانت الامور مش افضل حال. فخلينا نشوف التجربه، يمكن لسه بدري، هو قدامه اعتقد اول مباراه اللي هي ملاوي دي لسه بدري، ووارد تتاجل كمان لان كاس امم افريقيا 2024 نفسها يعني هتتأجل او حاجة زي كده. ف يعني خلينا نشوف الامور، عفوا 2023 هتتأجل، فخلينا نشوف الامور معاه ممكن تبقى ماشية ازاي، يبقى معاه مساحة من الوقت. فنتمنى التوفيق ان شاء الله لي مع المنتخب مصر، ويعني ننهي بقى سلسلة التعاقدات مع مديرين فنيين ما بنكملش معاهم التجربة للنهاية. بالظبط. يمكن افضلهم كنتائج كان مع كيروش، ولكن زي ما شفنا حتى الخناقه الاخيره بين كيروش واتحاد الكوره، فيعني نتمنى ان الامور تبقى افضل. يعني انا بتفق معاك جدا، بس انت قلت كلمه انا عايزه افهمها منك اكتر. انت قلت هنحاول نتفائل، هل هنحاول نتفائل دي جايه من فكره الاختيار نفسه، ولا هنحاول نتفائل ان احنا ما يحصلش احداث تخلينا العقد برضو يتم فيه تعديل ويتم يعني تسريح او انهاء التعاقد مع فيتوريا؟ يعني كان قصدك انهي فيهم؟ قصدي الجزء الاخير زي ما حضرتك قلت كده، ان هي فكره ان احنا بقى لنا فتره عندنا مشاكل في فكره ان احنا بنجيب المدرب ما بيقعد يلعب ماتش او ماتشين نبتدي الاحكام عليه. يعني حتى كيروش مع الاداره الحاليه لاتحاد الكره، لو نفتكر بعد مباراه نيجيريا في كاس افريقيا اللي كانت اول مباراه لما خسرنا 1-0، كان في هجوم غريب جدا على المدرب، ووصلت لمرحله ان بقى في تسريب او مش تسريب يعني تصريح رسمي بقيمه عقده وقيمه الشرط الجزائي، يعني صحيح. كانت دخلنا في امور اللي هي طب ده لسه اول مباراه في كاس الافريقيه، الراجل حتى المنتخب ما خرجش. بعد كده كيروش نفسه صعد نهائي
وبعد النهائي الامور نفسها اتغيرت، واللهجه التون نفسه بتاع اتحاد الكره اتغير، ولازم ندعم المدير الفني عشان خاطر الماتش الفاصل بتاع كاس العالم جاب بعد كاس العالم على طول. لا هنقيله، لا هنكمل، لا عايزينه، لا مش عايزينه، لا هنرجعه تاني، لا هو ليه فلوس ومش عايز يرجع. فهي دي الفكره، هنحاول نتفائل ان احنا لازم احنا اداريا نصلح من نفسنا الاول في صحيح، دي اتحاد نقطة الكره، مهمة. وبعد كده نبتدي نشوف الجانب الفني، لان حتى لو الجانب الفني كويس لو في مشاكل اداريه، مشاكل اداريه دي اكيد بتتنقل للعيبه، بتتنقل طبعا للجهاز الفني، بتتنقل طبعا، للجمهور، ففي الاخر النتائج بتبقى غير جيده. انا بتفق معاك جدا. وفي شق تاني برضو مهم قوي، هي فكره ان احنا كجماهير برضو مصريه طبعا نصبر شويه، ننتظر شويه، لان الهجوم زي ما انت قلت ايمن هو مش من بدايه مشواره، هو قبل ما مشواره يبدا. يعني كيراش تم مهاجمته قبل ما يبدا، كابتن ايهاب تم مهاجمته قبل ما يبدا، ودلوقتي فيتوريا البعض برضو عايز او حاطط عليه علامات استفهام كبيره. فربما احنا كمان علينا دور كجماهير ان احنا ننتظر شويه وندي الفرصه لهذا الرجل ونديه الثقه ونشوف. يعني الموضوع لازم يبقى فيه صبر اكتر من كده. خلينا بالظبط نروح بالظبط، معاك انا بقى رد ليه، كلامك سليم جدا. هنروح معاك لكوره، موقع كوره، لان انا عاجبني جدا برضو الحديث كان كبير جدا تحديدا على السوشيال ميديا لمنتخب السيدات المغربي والتالق اللي هم واصلين له. فخليني اروح معاك لهذا الخبر برضو. اه طبعا، لا انا يعني طبعا الواحد صعب يقول ان هو بيتابع البطوله بشكل عام يعني، ولكن بيتابع ردود الافعال يعني، نشوف لعيبه منتخب المغرب كلهم ازاي بيدعموا فريق كره القدم النسائيه. يمكن لينا بعض الاصدقاء قاعدين في المغرب، سواء ان هم بيشتغلوا مع الكاف يعني في البطوله، بيتكلموا ان ازاي الشوارع في العموم او هناك الامور كلها، ازاي كل الناس بتدعم هذا المنتخب. يمكن كان في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات اللي هي أول مرة تقام لما أقيمت في مصر، كان في فريق الجيش الملكي مقدم مستويات طيبة. لما بنشوف بعض اللقطات كده اللي السوشيال ميديا بتاعت الكاف بتطلعها من البطولة، بنلاقي إن في بعض المهارات المميزة صحيح، لفريق سيدات المغرب. الكرة النسائية في أفريقيا إلى حد ما ابتدت تاخد وضعها، نتمنى إن احنا في مصر نستثمر بالضبط، ده زي ما لينا الرياده في كل حاجه. يبقى كمان طبعا احنا حاليا ما نقدرش نقول ان احنا لينا رياده في الكره النسائيه في افريقيا، ولكن نشوف الناس اشتغلت ازاي ونشتغل زيها، لان الفيفا نفسه يعني بيضخ كم هائل من الاموال من اجل تطوير الكره النسائيه، ومن اجل تحسين اوضاع الكره النسائيه. وشفنا كان في قضيه شهيره جدا في امريكا بخصوص موضوع الاجور وفرق الاجور ما بين اللاعبين الرجال واللاعبات والسيدات. بالظبط، السيدات، يعني ففي حاله نتمنى ان احنا نستغلها، لان اكيد عندنا في مصر في بنات يحبوا يلعبوا كره قدم، وبرضه بيشوفوا صلاح، يشوفوا اللعيبه الكبار يبقوا حابين. بعدين نشوف ان شاء الله النادي الاهلي، انا فاكر ان قريت يعني كان في خبر من فتره طويله النادي الاهلي نفسه هيبتدي ان هو يفتح الباب امام ان يبقى عنده فريق كره قدم سيدات. نتمنى برضو نفس الامر النادي الزمالك والانديه اللي هي الكبيره كرويا، عشان خاطر في المستقبل نلاقي منتخبنا زي كده. المنتخب المغربي هو هيلاعب طبعا منتخب جنوب افريقيا، واعتقد فريق سان داونز هو اللي كان بطل دوري ابطال افريقيا للسيدات، وبالتالي هي قمه هتبقى مباراة كبيرة جدا. نتمنى طبعا بصفتنا عرب يعني التوفيق لمنتخب سيدات المغرب يعني. نتمنى ده، ونتمنى زي ما انت قلت طبعا ان الكره، يعني كره القدم النسائيه في مصر، ان هي تشوف طفره كبيره جدا. احنا عندنا لاعبات على فكره كتير. على فكره انا كنت بلعب كره قدم وانا صغيره في احد الانديه يعني، بس فعلا بس دلوقتي ما فيش حظ، ما كانش فيه البطولات دي في افريقيا ساعتها. لا بس فعلا يمكن النادي الاهلي سباق زي ما انت قلت في اكاديميه النادي الاهلي للكره النسائيه، وانا عملت تقرير خارجي وصورنا الشكل يعني، ونقلنا للساده المتابعين والمشاهدين الصوره بشكل حي. نتمنى ان شاء الله ده يعمم في الانديه المختلفه، لان ده هيكون في مصلحه في الاخر طبعا منتخب مصر لكره القدم سيدات. خليني اروح معاك بقى الخبر في الجول، وخبر هو في الجول فعلا لان عليه علامه استفهام. انا نفسي مش فاهمه ده، بيتكلم ان نادي برشلونه هو النادي الوحيد اللي هو لا يملك يعني من المال الكثير، وعنده ازمات اقتصاديه كتيره جدا في الفتره كمان اللي فاتت، وبيقدر رغم كل ده ان هو يشتري من يريد. وسمعنا عن الصفقه الاخيره طبعا لليفاندوفسكي، ف تقدر تشرح لنا ازاي ده بيتم، او التناقض ده بناء على ايه؟
يعني طبعا برشلونة كل الناس عارفة أوضاعه أو مشاكله المالية، خصوصا الموسم الماضي، وفكرة الاستغناء أو مش الاستغناء، عدم التجديد مع ميسي لسبب أو لآخر، رحيل سواريز، رحيل جريزمان. فالناس طبعا دلوقتي أكيد بتتكلم إزاي برشلونة بيجلب التعاقدات دي. أنا وجهة نظري، أنا مش شايف يعني إن لسه برشلونة برضو ما عملش التعاقدات بالمبالغ اللي هي الكبيرة قوي، لأن خلاص بقى مبلغ 50 و60 مليون يورو في يعني في الانتقالات، ده بقى عادي يعني، بنتكلم ان هي بقت مبالغ عاديه. ولكن اكيد برشلونه وسياسته مع الرئيس الحالي لابورتا، يعني ان هم يستعيدوا شويه ان برشلونه يبقى في مكانه افضل عن الموسم الماضي، اكيد هم عندهم خطه كمان للتخلص عن بعض اللاعبين باسعار معينه عشان خاطر يقدروا يغطوا الامور دي. الفتره اللي فاتت تقريبا انا على ما اتذكر يعني عملوا عقد رعايه الاستاد كامب نو، ان هو الاستاد نفسه هيتغير، يعني هيبقى كامب نو لاسم احد التطبيقات الشهيره في يعني في الغناء او حاجه زي كده. فبيحاولوا ان هم يظبطوا موضوع الرعايات بتاعتهم عشان خاطر يوفروا موضوع في لعيبه كمان وهي بتجدد، اعتقد زي ديمبلي تنازل شويه عن راتبه الفتره اللي فاتت، كان برضو في لاعبين تنازلوا عن اجزاء من رواتبهم. فبرشلونه بيحاول يقنن اوضاعه الماليه عشان خاطر يقدر ان هو يستعيد عافيته مرة أخرى، لأن طبعا الموسم الماضي كان بالنسبة لبرشلونة صعب جدا، والموسم الحالي مع تشافي طبعا هم نهوا الموسم بشكل إلى حد ما جيد من حيث النتائج، يعني طبعا ما كانش فيه بطولات، بالظبط. ولكن الموسم ده التعاقدات دي أعتقد هتساعد برشلونة. يمكن حتى ريال مدريد وهو بيعمل تعاقداته لسه ما سمعناش أسماء كبيرة، يعني الامور في اوروبا ما بقتش زي الاول. يمكن هم نادي دلوقتي في العالم كله ممكن ناديين ثلاثه هم اللي بيعملوا التعاقدات الكبيره دي قوي، ولكن باقي الانديه بيمشوا حالهم عشان الظروف الاقتصاديه صعبه جدا على الجميع. فانا يعني خلينا نشوف برشلونه ازاي هيتعامل مع الوضع ده، ولكن هو من بالظبط. الواضح ان في اداره جيده لفكره ان ازاي نقنن اوضاعنا الماليه عشان خاطر ما يبقاش في مشاكل وما يتعرضوش للي حصل الموسم الماضي، لانه كان صعب جدا على طبعا برشلونه، طبعا خصوصا غير خروج مسبوق بصراحة. ميسي، خروج سواريز، خروج جريزمان، الموضوع كان صعب جدا يعني. طب أيمن، يعني في النهاية أنا عايز أسألك على طبعا بكرة ومباراة القمة، يعني أنت لو في رسالة تحب أن أنت توجهها للزملاء الصحفيين قبل كمان الجماهير، لو في أي حاجة، مش هقول توقعات طبعا، بس أنت بتشوف إن شاء الله إزاي السير المباراة ممكن أن هو يكون يعني يتم على الأرض. تفضل يا أيمن. يعني نتمنى شويه ان يبقى في حاله من الهدوء الاعلامي كده حول النادي الاهلي، لان بالظبط. بقينا بنصحى كل يوم الصبح لازم نلاقي حاجه كده مثيره للجدل، مع ان الجدل ممكن يثار على قضايا كتير جدا، ولكن بالظبط. بيختاروا القضيه اللي تخص النادي الاهلي ويكبروها، وممكن ما تكونش قضيه اصلا. فيعني شويه هدوء، لان النادي الاهلي شأنه شأن أي نادي، لو عنده مشكلة بيحلها، عنده حاجات إيجابية، فلو بنبرز الإيجابيات في كل الأندية فإيه المانع إن إحنا كمان نبرز إيجابيات النادي الأهلي؟ يعني مش لازم بس ندور على الحاجة اللي تعمل شوشرة صحيح. حول النادي الأهلي. طبعا للجمهور المباراة دي يعني يعتبر من المباريات الأهم، مباراة في الموسم حاليا بالنسبة للنادي الأهلي، لأنها جاية توقيت يعني إلى حد ما صعب، الفريق خارج من خسارة في الدوري أبعدته يعني خطوة عن سباق الصدارة، بقى الموضوع مش في إيد قوي النادي الأهلي، بيستنى تعثر المنافس بتاعه في الدوري. فكمان جاية نهاية في الموسم الماضي عشان خاطر النادي الأهلي الموسم الماضي لم يوفق التتويج بالدوري، فتبقى مهم إن هو يعني يتوج بالكاس. تمام. أنا على كل حال بشكرك جدا جدا زميلنا العزيز والمتميز فعلا أيمن جلبرت، وأنا من الناس اللي بحب جدا إن هو يكون معانا وتحليلاته المختلفة، يعني وبإذن الله زي ما هو ختم كلامه إحنا نشوف بكرة مباراة محترمة جدا ومشهد راقي وكورة حلوة، دي في الأول في الآخر اللي إحنا بنتمناه، ولكن إحنا كمان كأهلاوية هنتمنى الكاس يرجع مكانه زي ما إحنا برضو عارفين.